السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مرة أخرى معايا، واليوم غادي نعود لكم على حادثة من أعظم الحوادث اللي هي ليلة الإسراء والمعراج، يوم أسري به روحا وجسدا صلى الله عليه وسلم. اختارت اليوم باش نعود لكم هاد القصة بالدارجة المغربية. علاش؟ حيت بزاف فينا اللي قاري واللي ما قاريش ما عارفينش المعنى الحقيقي ديال هاد القصة، وممكن يكونوا عارفين فقط بعض الأحداث. لهذا ارتأيت أنني نعودها باللغة الدارجة باش كل شي يعرف قصة أعظم ليلة في حياة الرسول الحبيب صلى الله عليه وسلم. تبعوا معايا. في واحد الليلة الرسول صلى الله عليه وسلم كان ناس في حجر الكعبة، جاء عنده جبريل عليه السلام، بقى جالس حداه شوية. فاق الرسول صلى الله عليه وسلم لقى حداه جبريل ومعه واحد دابة سميتها دابة البراق، السرعة ديالها فين ما شافت كتوصل، واحد السرعة خارقة للغاية، معجزة من معجزات الرسول عليه الصلاة والسلام. ركب عليها الرسول صلى الله عليه وسلم ومشى بها لبيت المقدس، من وصل ربطها في الباب، دخل لقى الأنبياء كاملين كيتسناوه تما، من آدم لعيسى عليه السلام. الرسول صلى الله عليه وسلم صلى بهم إمام، شوفوا الفضل ديال الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. من بعد من سال الصلاة مشى مع جبريل عليه السلام للسماوات العلى، يعني السماوات السبع. هنا غادي تبدا قصة المعراج، عرج به إلى السماء. في السماء الأولى دق الباب، فتحها لقى آدم عليه السلام، رحب بمحمد صلى الله عليه وسلم وفرح به واستبشر به خير واعترف بالنبوة دياله. ثم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم طلع للسماء الثانية، لقى فيها يحيى وعيسى ولاد الخالة دياله. ثم طلع للسماء الثالثة، لقى فيها سيدنا يوسف عليه السلام. وفي السماء الرابعة لقى إدريس عليه السلام. ثم طلع للسماء الخامسة فلقى فيها هارون عليه السلام، رحب به حتى هو وسلم عليه واعترف بالنبوة دياله. أما في السماء السادسة فلقى سيدنا موسى عليه السلام، فسلم عليه ورحب به، جاي يمشي بحاله الرسول صلى الله عليه وسلم. وسيدنا موسى بكى وسولوه قالوا له علاش كتبكي، فقال لهم حيت محمد صلى الله عليه وسلم غيدخل بالأمة ديالو الجنة أكثر من الأمة ديالي، يعني أكثر الأمم اللي غادي تعمر الجنة إن شاء الله هي أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. كنطلب الله عز وجل باش يجعلنا من الأمة ديالو يا رب. المهم فاش مشى للسماء السابعة لقى فيها سيدنا إبراهيم الخليل عليه السلام، سلم عليه وحتى هو بدوره اعترف بالنبوة دياله ورحب به كذلك، وقال له يا محمد بلغ سلامي للأمة ديالك وقول الأمة ديالك بأن الجنة خصبة للزراعة. وشنو غادي نزرعوا فيها؟ كنزرعوا فيها الذكر، من كنقولوا سبحان الله كتكبر واحد النخلة في الجنة ممكن يمشي فيها الراكد 100 عام ما يقطعهاش. هذه كانت نصيحة إبراهيم الخليل نبينا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. مشى سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام لواحد البلاصة سميتها سدرة المنتهى، هي على شكل سدرة ولكن ماشي بحال السدرة ديال الدنيا اللي كنعرفو، هذه الورق ديالها كما وصفها الرسول صلى الله عليه وسلم بحال الأذان ديال الفيلة، يعني الودن ديال الفيل الورق ديالها، والنبق اللي فيها الداخل بحال القلة ديال 100 يترو أو 200 يترو، يعني شي حاجة اللي عظيمة وخيالية، وكيدوروا عليها فراشات من الذهب، شي حاجة اللي ما كتوصفش
في الجنة. ومن بعد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم شاف البيت المعمور كيطوفوا عليه 70,000 ديال الملائكة، يعني شاف شي حوايج لي لا تعد ولا تحصى. وبقى النبي ديالنا صلى الله عليه وسلم حتى وصل عند الله عز وجل رب العزة والجلال. وهنا بدأت القصة ديال الصلاة اللي كنصليو حنايا دابا. تما فرض عليه الله سبحانه وتعالى 50 صلاة، قال له الأمة ديالك تصلي 50 صلاة في اليوم. نزل النبي عليه الصلاة والسلام وقبل بديك الفريضة اللي فرضها علينا الله عز وجل. فاش وصل عند سيدنا موسى قال له شنو فرض عليك الله تعالى يا محمد؟ قال له فرض علينا 50 صلاة. فجاوب موسى عليه السلام قال له يا محمد رجع عند الله عز وجل وسولو التخفيف، يعني قول لي يخفف عليك، راه الأمة ديالك ما غيقدوش يصليو 50 صلاة في اليوم. وسيدنا موسى هو اللي عنده الفضل كبير علينا وعنده الحق في هذه الهضرة اللي قال. دابا غير 5 صلوات وكتجي الأغلبية فينا كتجي تقيلة، وكاين اللي كيصلي ويقطع، وكاين اللي ما كيصليش الفجر وما كيصليش في الوقت، وكاينين اللي تجمعوا الصلوات كما قال الله عز وجل وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. صدق الله العظيم. شوفوا الصلاة كتكون عزيزة على الناس الأتقياء، أما المنافقين لا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى. فاللهم اجعلنا من الأتقياء يا رب. المهم نكمل القصة ديالنا. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رجع هو وجبريل عليه السلام عند الله سبحانه وتعالى، خفف عليه الصلوات، ورجع عند سيدنا موسى وقال له واللي رجع راه مازال يخفف عليك. فبقى الرسول صلى الله عليه وسلم كيطلع ويهبط ما بين سيدنا موسى وما بين الله عز وجل حتى وصلت 5 ديال الصلوات في النهار. وفاش جاء عند سيدنا موسى قال له راه 5 صلوات اللي بقات هي اللي ردها الله سبحانه وتعالى. قال له سيدنا موسى مازال يخفف عليك رجع. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم استحييت من ربي، يعني حشمت من الله. باركة قال له عييت ما نطلع ونهبط وحشمت من الله سبحانه وتعالى باش يزيد يخفف علينا. في ديك اللحظة سمع منادي كينادي من السماء وتيقول قد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي. يعني الله سبحانه وتعالى أعطانا 5 صلوات في العمل، ولكن الأجر ديالها كتحسب لنا 50 صلاة كنصلي في النهار، الحسنة بعشر أمثالها. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم شاف أهل النار، منهم اللي تياكل الربا وأكل مال اليتيم، منهم اللي كيقترفوا الزنا وبزاف بزاف بزاف. فاش كان نازل الرسول صلى الله عليه وسلم من المعراج شاف واحد القافلة تجارية ديال قريش غادية في اتجاه مكة، وشاف بأن واحد الجمل كان تلف ليهم وعاودوا ردوه. نزل النبي صلى الله عليه وسلم في ديك الليلة صلى في الكعبة، وفاش سالا جمع عليه المشركين باش يخبرهم بهذه المعجزة ديال الإسراء والمعراج. على الله يسلموا عاود ليهم النبي صلى الله عليه وسلم. جاء أبو جهل وبقى تيستهزئ منه وتيسخر وتيضحكوا، والناس ما تيقوش بقاو تيقولوا أجوا تسمعوا عاوتاني أشنو تيقول محمد صلى الله عليه وسلم. تجمعوا عليه كاملين، والرسول صلى الله عليه وسلم حكى لهم من البداية حتى النهاية كيفاش مشى مع جبريل في الأول، وكيفاش صلى بالأنبياء والسماوات 7، يعني القصة كاملة حكاها لهم. وقال لهم شفت بيت المقدس والدليل باش تعرفوني صادق، غادي تجي واحد القافلة تجارية ديالكم دابا وسولوهم واش تلف ليهم شي جمل ولا لا باش يتيقوه مزيان. فبقوا تيضحكوا على النبي صلى الله عليه وسلم، وأول حاجة داروها مشاو تيدقوا على أبو بكر الصديق باش يزعزعوا الإيمان دياله.
من خرج عندهم أبو بكر الصديق قالوا له أجي تشوف صاحبك شنو تيقول. قال لهم أبو بكر ماذا يقول؟ قالوا ليه راه تيقول بأنه أسري به وأعرج به إلى السماء وشاف العذاب في جهنم ومشى لبيت المقدس. جاء أبو بكر الصديق خسر عليهم كلمة واحدة، قال لهم فإن كان قال فقد صدق، يعني إلا قالها محمد فراه صادق، صافي السلام عليكم. بحال كب عليهم المبارد، سبحان الله العلي العظيم. ومشى كيجري عند محمد صلى الله عليه وسلم، لقاه كيصلي في حجر الكعبة، خلاه حتى سالة ومشى عنده عنقه وبقى تيبوسه من جبهته وتيقول ليه صدقت يا رسول الله، صدقت يا رسول الله، صدقت يا رسول الله. ومن ديك النهار تسمى الصديق رضي الله عنه وأرضاه. المشركين طلبوا من الرسول صلى الله عليه وسلم باش يوصف ليهم بيت المقدس كي داير، فسبحان الله بان ليه بيت المقدس قدامه وقال لهم هاش حل من سارية فيه وهاش حل من باب فيه، هاش نو كاين فيه، يعني وصف لهم بالتدقيق. ومع ذلك ما تيقوش وما آمنوش، عينيهم بصيرة ولكن قلوبهم عمياء، لا حول ولا قوة إلا بالله. ومن بعد جات ديك القافلة التجارية اللي كان قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم، وبلا عكز عليهم مشاو سولوها وقالوا لهم فعلا تلفات لنا واحد دابة وهاش نوقع وهاش نوقع ولقيناها. وكان الخبار اللي قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي كاين، ولكن كما قال الله سبحانه وتعالى إنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. محمد صلى الله عليه وسلم ما تيكذبوش ولكن تيكذبوا بالآيات اللي كتنزل عليه من الله عز وجل. ورغم هادشي كامل فالرسول صلى الله عليه وسلم هادشي اللي وقع بينه وبين المشركين ما خلاش يحبس على الرسالة والدعوة ديالو، بالعكس فبقى كيدعي هنا وهنا حتى تلاقى واحد النهار بسبعة ديال الشباب كانوا جايين من المدينة جاو يديروا العمرة تما في الكعبة، تلاقى بهم الرسول صلى الله عليه وسلم وخبرهم بالإسلام، والله سبحانه وتعالى شرح الصدر ديالهم ومشاو للمدينة. ومن بعد غادي يكونوا هما السبب باش تكون بيعة العقبة اللي من بعدها هاجر النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة، وتما غادي ينصر الله تعالى على أعداء الدين. ليلة الإسراء والمعراج ليلة غسلت فيها أحزان الحبيب صلى الله عليه وسلم بعد عام الحزن. اللهم كما جعلتها ليلة دخول الفرح والسرور على قلبه الشريف صلى الله عليه وسلم بعد أن طال حزنه، فاجعلها ليلة فرح وسرور على أمته. خفف اللهم آلامها واشف بفضلك أسقامها وارفع عنها ما حل بها من أذية وبلية. اللهم قد وعدت نبيك في كتابك العزيز ولسوف يعطيك ربك فترضى، فأريه يا الله في أمته ما يسره وارفع عنا هذا البلاء والوباء. أنا وكل من صلى على الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. وكانت هذه هي ليلة الإسراء والمعراج، كانت هذه القصة حاولت نحكيها لكم بالدارجة ديالنا باش كل شي يعرف هذه الليلة العظيمة وقصتها كيفاش كانت. أحبابي نصيحة لي أوليكم هذه الليلة، علاش لا ما نصليوش شي ركعات نحسبوهم قيام الليل ونذكروا الله هذه الليلة بزاف ونسبحوا الله سبحانه وتعالى
وربي كبير ربي كبير، ما كتعرفوش الليلة اللي غادي تعتقنا من النار. ربما تكون هاد الليلة، ربما تكون في شعبان، ربما في رمضان، الله أعلم. المهم حنا علاش لا، ما غادي نخسروا حتى شي حاجة. شحال من واحد فينا كيقصر حتى لجوج ثلاثة الليل عيف التليفون، نحاولوا نساو الهاتف ديالنا هاد الليلة، نذكروا الله سبحانه وتعالى، نديروا قيام الليل واخا غير ركعتين، ونصليوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم. كنتمنى الفيديو ديال اليوم يكون نال اعجابكم. السلام عليكم، حتى الفيديو اخر ان شاء الله، الى اللقاء.